غادي ني خصك خصك انا ندير ماشي خصي هو الحمد لله. انت سوا عشاو خدام راه حنا في البث. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من اقليم الرشيديه وبالضبط بدوار السيفه في زمن العجائب والغرائب. متابعي قناه شوف تي في حفره الواد الحار اللي فيها تقريبا 9 امتار واللي كتشكل يعني خطر كبير بالنسبه لساكنه المنطقه في دوار السيفه. واكيد متابعي قناه شوف تي في اننا غادي نخليكم مع احد ساكنه المنطقه واللي غادي يعطيكم يعني ارتسام او تصريح حول هذه الفاجعه والطامه الكبرى والخطر الكبير الذي يهدد ساكنه دوار السيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والملائكه والمرسلين. كنرحبوا بالطاقم ديال مجموعه قنوات شوف تي في، المنبر الاعلامي اللي شرفنا بالزياره ديالو اليوم بقصر الدوار السيفه قياده عرب الصباح عزيز عماله الرشيديه جهه درعاته فيلالت، اللي كنشكروهم على هذه الزياره هذه. وكنوه بان شوف تي في من النوافذ القليله اللي كيعبر فيهم المواطن بجهه درعاته فيلالت وبعموم المغرب على المشاكل والمآسي اللي كيعيشها وكيعاني منها. المشكل ديالنا بقصر الدوار السيفه كما كتشاهدوا السيدات والساده المشاهدين اعزكم الله، واحد المنظر اللي مقزز، واحد المنظر اللي مقرف، واحد المنظر اللي كما كنقولوا بالدارجه ما فيه ما يتشاف. هذه حفره ديال واد الحار اللي العمق ديالها 9 امتار، وهذه من بين النتائج ديال الفشل ديال هذا المشروع ديال تصريف مياه الصرف الصحي واللي دار سنة 2015 و2016 على ما اعتقد. انتم كتشوفوا النتيجة على عينكم، حفرة بالعمق ديال 9 الامتار اللي كتسبب مجموعة من المشاكل وكتسبب مجموعة من الامراض وكتسبب مجموعة من العقد لساكنة قصر الدوار السيفة. هذا المشروع اللي تنجز وفق معايير، واحد المعايير اللي هابطة، المقاول اللي خدمها ما خدمهاش على اساس المعايير اللي خصو يخدم عليهم، لانه البنيه التحتيه ديال القصور، والقصور كنقولوهم حنا للضواور، البنيه التحتيه ديال القصور كيخصها مشروع ديال تصريف المياه الصرف الصحي بواحد التكنيك، بواحد الصوره، بواحد لا في التينه لا في الوراق، كيخصها واحد انه هذا المشروع هذا يتحط بواحد الاسلوب، بواحد الطريقه اللي كتلائم البنيه التحتيه ديال القصور اللي فيها ديور عندهم اكثر من 80 او 100 سنه اللي مبنيين بالطين وفيها ديور جداد وفيها زناقي مخربقين. هذا المشروع هذا اللي مسؤوله عليه جماعه السيفه، المجلس الحالي هو اللي كان في الفتره اللي تنجز فيها هذا المشروع هذا. المجلس اللي كيسير جماعه السيفه حاليا هو المسؤول عن هذه الكارثه، هو المسؤول عن هذه المعضله، هو المسؤول عن هذه المشكله. هذا المشروع اللي تنجز وفق معايير لا تراعي شروط السلامة، لا تراعي شروط صحة المواطنين القاطنين بقصر الدوار السيفة، هذه يا عباد الله راه كارثة، هذه راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وملي كنلجؤوا للمسؤولين، لا المعينين ولا المنتخبين، لا المعينين ولا المنتخبين، حتى واحد ما كيعطينا حل، كيقول لك أسيدي حنا ما مسؤولينش، وشكون اللي مسؤول على هذه الكارثة هذه؟ الجماعة، جماعة السيفة، مجلس جماعة السيفة يتبرأ من هذا المشكل وكيديروا حل ترقيعي، كيجيبوا موتور اللي خدامين في هذا الشيء ديال المطر ديال الماء راه غادي يفهموا، كيجيبوا موتور وكيجيبوا جروب ديال الضو وكيخويوه في المساحة المجاورة لهذ الحفرة هذه. واحد الحل اللي هو بمثابة طنز وضحك على ساكنة قصر الدوار السيفة. هذه المشكلة عباد الله راه سبب امراض بالنسبه للعينين، بالنسبه للجهاز التنفسي، بالنسبه راه مجموعه من المشاكل الصحيه سببتها هذه الحفره، راه مجموعه من المشاكل سببها هذا اعزكم الله هذا الواد الحار هذا. راه هذا منظر مقزز، هذا راه منظر من العصور الوسطى. هاد الناس هادو يا عباد الله راه تيعانيو تيعانيو، ومشكل عويص، مشكل عويص هذا، وماشي حتى مشكل، لانه المشكل ملي كتلجأ للمسؤول لا المعين ولا المنتخب كيقول لك راه عنده حل من بعد عام، من بعد عامين، من بعد 3 سنين، ولكن هذه راه معضله، كيقول لك ما عندناش الحل،
المقاول ملي خدم المشروع ودار ديكونت ديفينيتيف ديال وريسيبسيون المشروع ديالو مشى بحالته وبقات واحد الساكنه. وحاليا المشكل نبداو بمجموعه من المشاكل اللي كتسبب هذه الحفره هذه. المشكل الاول انه غير الريحه، دابا راه عباد الله كتضرب فيهم الريحه، راه الساكنه على بعد امتار قليله، راه الديور كنشوفوا فيهم من هذا الموقع هذا. فما بالك ملي كتكون الشتاء، ملي كتكون الشتاء راه عباد الله كيعوموا في الفضلات ديالهم، هذا الواد الحر هذا راه تيرجع على عباد الله في ديورهم، راه تيدخل لهم لديورهم، راه عباد الله كيعوموا وسط الفضلات ديالهم وكيفرغوا بالسطوله ويفرغوا ومجموعه من الاخر كما قال الاخ، راه مجموعه من الديور راه قايله للسقوط بسبب هذا المشكل هذا. يعني هذا ادميه الصرف الصحي، هاد الحفره هذه راه ماشي غير المشكل ديال الريحه ولا المشكل ديال الامراض اللي دارت ولا ان المشكل في الحفره، المشكل راه في المشروع كامل متكامل، انه فاشل وانه تخدم على اساس مجموعه من المعايير اللي ما راعتش السلامه ديال المواطنين وما راعتش البنيه التحتيه ديال 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 القصور واللي معروفه بها درعاته فيلال. زيادة على واحد النقطة أنه جماعة الشفا كتكون من 9 القصور، 8 القصور تخدم لهم مشروع الصرف الصحي على حقه وطريقه، إلا خسر دوار الشفا، تعرض للحقرات، تعرض للتهميش، وتعرض لمجموعة من الإقصاءات، تعرض للإقصاء لأنه القصر الوحيد في جماعة الشفا، يعني كاينين 9 دوار في جماعة الشفا، الدوار الوحيد اللي فيه هذا المشكل هو قصر دوار الشفا. اما باقي القصور فرات تخدم المشروع على حقه وطريقه لانه مقاول واحد هو اللي خدم المشروع كامل. ملي تكون الشتا راه تيرجع الماء على عباد الله، الديور اي لا السقوط بسبب هذا الواد الحر هذا، راه ما كاين ما تشوف، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا بغيتوا تشوفوا حالات وامراض اللي سببتهم هذه الحفره وسببهم هذا الواد الحر، راه يمكن لكم تشوفوا مجموعه من الاطفال الصغار، مجموعه من العجائز، مجموعه اللي كيعانوا من امراض على مستوى الجهاز التنفسي بسبب هذه الحفره هذه. راه مالي، السودان، الصومال، وما فيش هذا الشيء هذا عباد الله. حنا راه كنهضروا في المغرب القرن 21، وراه تنهضروا على انه المسؤولين لا المعينين لا المنتخبين في عموم درعاته فيلال، وخصوصا جماعه الشفا، ولا بالنسبه للمسؤولين ديال الداخليه في دائرة أرفود ولا في قيادة عرب الصباح زيز، راه مازال ما كيستوعبوش المضامين ومازال ما كيستوعبوش الأفكار اللي تيجي بهم سيدنا في الخطابات ديالو. حتى واحد فيهم ما تيتحمل المسؤولية ديالو لا أمام الله ولا أمام الشعب ولا أمام الملك. كل واحد تيتبرأ من المسؤولية ديالو، كل واحد تيتوصل من المسؤوليه ديالو، كل واحد كيلوحك الاخر. كتلجأ لرئيس الجامعه كيصيفطك للقائد، القائد كيصيفطك لرئيس الدائره، رئيس الدائره كيصيفطك للسيد العامل، وهكذا دواليك. مجموعه من الطلبات تقدمنا بهم، مجموعه من الشكاوى درناهم، مجموعه من الخروجات خرجناهم، وهذه فرصه وكنشكروا القناه ديال شوف تي في اللي منحات للساكنه هذه الفرصه هذه باش توريهم ساكنة قصر الدوار الصفا فين كتعيش، وساكنة قصر الدوار الصفا المعاناة اللي كتعيشها، المعاناة اليومية اللي كتعيشها واللي كيسبب هذا الواد الحر هذا وكتسبب هذه الحفرة هذه. لأنه دابا غادي نمشيو مع هذه الحفرة، إلا مشينا مع هذه الحفرة هذه على مسافة 100 متر أو 150 متر غادي نلقاو الديور والمشروع كامل، ما المشروع كامل، وكنتحمل المسؤوليه الكامله على هذه الهضره ديالي، لا بالنسبه للقوات اللي تحطوا، لا بالنسبه للروكار اللي داروا، ولا بالنسبه للبلايص اللي مروا منهم القوادس. حتى شي حاجه ما كاينه في السي بي اس، ما طراعش دفتر التحملات تخدم بواحد الطريقه بدائيه، بواحد الطريقه عشوائيه، بواحد الطريقه. ها انت دور الكاميرا عافاك لذاك الروكار، هذا النوع ديال الروكارات هذا ملي تيتخدم، هاد النوع ديال الروكارات هذا ملي تيخدموه عباد الله، ملي تيخدموه مقاول فيه المعقول وكيكون متبع الصفقه مسؤول فيه المعقول، راه تيدوم الاكثر من 40 50 60 سنه، ونقدر نقول حتى ل 100 سنه يدوم. هذا ما ضرب حتى 4 سنين ولا 5 سنين، راه تكال. وهكا دايرين الروكارات وسط القصر كامل، وراه ناتج عنهم مجموعه من التسربات اللي ادات اللي تسببات في انه مجموعه من المنازل هايله للسقوط حاليا في الوسط ديال القصر. ناهيك عن الاختناق اللي كيوقع لهاد القوات هذا، ملي تيوقع الاختناق صافي الماء راه كيرجع لعند عباد الله.
والحلول التي تقوم بها جماعه السيفا حلول ترقيعيه. كيجي كيسرح لك الروغال اولا كيجي كيركب موتور وكيخوي عليها هاد الحفره كيخويها حداها. ها انتم كتشوفوا حدا الفلاحه ديال عباد الله، حتى الفلاحه راهم كيتشكاو. الفلاحه ديال عباد الله راه مشكل، راه مشكل. هذا واش عباد الله مثلا زارعين خيزو ولا زارعين لفت ولا زارعين مجموعه من المنتجات اللي غادي يستهلكوهم ويتسقاو بهذا الماء؟ والله يوصلهم هذا الماء راه كارثه بيئيه، كارثه صحيه معضله مشكله، سموناها كما تريدون تسميتها، ولكن راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه حسبي الله ونعم الوكيل. فهاد المسؤولين هادو اللي تيتهربوا من المسؤوليات ديالهم، واللي ما تيراعيوش المسؤوليات ديالهم، واللي ما تيراعيوش الواجبات ديالهم، واللي ما بغاوش يديروا مع ساكنه قصر الدوار الصفه حل جذري وحل وسط باش يفكونا من هاد الحفره هادي. لانه القليله القليله راه كاين الواد، الواد على بعد مثلا 2 كيلومتر، هذا الماء اعزكم الله اللحوه في الواد، راه كاين حل ماشي ما كاينش. وانما المسؤولين الله يهديهم عن سوء نيه ولا عن طيب نيه ولا كيما كانت النيه ديالهم، المهم راه ما بغاوش، لانه مسؤول كيلوحك المسؤول، وكل واحد كيتنصل من المسؤوليات ديالو، وكل واحد كيتهرب على هاد المساله هادي. ايوا جزاكم الله خير الجزاء، وكنشكروا الطاقم ديال شوف تي في، لانه كثير ما يتقال وموجود ما يتقال ودوينا ما مره ما جوج، جلسنا مع مسؤولين، هضرنا مع مسؤولين، وكيتبدلوا المسؤولين والحال على ما هو عليه. وساكنه قصر الدوار السيفه مجرد صندوق لجمع الاوراق الانتخابيه، وما تنجبوا المسؤولين من الانتخابات. والصلاه والسلام على مولانا رسول الله. يعني كيف ما سمعتم متابعي قناة شوف تي في، طامة كبرى وخطر كبير يعم كل ساكنة أو أرجاء ساكنة دوار السيفا، وخطر كبير يهدد سلامة الإنسانية. وهنا متابعي قناة شوف تي في بترديد شعارنا الواحد والخالد والأبدي، الله الوطن الملك، عاش الملك. وهنا متابعي قناة الشعب يستنكرون استنكار تام ما يجري بدوار السيفا ورائحة كريهة. متابعي قناة شوف تي في عمت أرجاء ساكنة الدوار. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشروع فاشل، واحد المرة طاح فيها واحد الولد في هاد البلاصة هادي، لو كان ماشي الناس اللي نقدوه الله يرحمه، الديور كيطيحوا في وسط الكسر، هذا الخيوط ديال الضو دازوا لنا في وسط الديور ديال الخطر، كامل الكسر كامل، كاينه 90 دار ما فيهاش الضو. كنحطوا لهم الطلبات ونحطوا لهم كل شيء، ما عمرو كيواجبونا. كتبي تبني ما كيخليوكش تبني. هذا سميتو الخيوط ديال الضو، الماء ناضوا الناس داروا جمعيه باش يدخلوا الماء، وما بغاتش الجامعات تسنينا، سناها الوالي، سناها القايد، سناها كل شيء، الجامعه ما بغاتش تسنيها لنا. والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله عليك. لدرجة متابعي قناة شوف تي في احد الساكنه اللي كيقول بان احد ابناء المنطقه يعني طاح يعني في هذا الواد الحار. هنا متابعي قناة شوف تي في اضافه لابن المنطقه اللي غادي يعطينا ايضا كلمه بخصوص الواد الحار. نضيفوا شي معلومات كما قال السيد، بانه قبل واحد 3 سنين كانت الحادثه ديال وقوع احد الاطفال في هذه الحفره هذه، ولولا الالطاف الالهيه كانت وقعت كارثه وكانت توفى. ومن بعد ملي طاح فيها المهم ونقذوه الناس وخرجوه وتعرض على الاطباء المختصين، لقى بانه الاخر بانه راه تخلق ليه مشكل الاخر تخلق ليه مشكل على ما اظن في المعده، وراه لحد الان متبع الدوايا. الطفل صغير لا يعرف ما عرف والو، طفل صغير مالك طاح هنايا هزوه غسلو. المهم ملي داوها للطبيب، المختص لقى بانه راه تسبب ليه في مشكل مزمن غادي يرافقه طيله الحياه ديالو، من هو وعمره 8 سنين ولا 9 سنين الى ان يتوفاه الله، بانه هذاك المشكل راه غادي يرافقه طيله حياته، تسبب ليه مشكل على مستوى الامعاء ولا على مستوى المعده على ما اظن، راه لحد الان مازال تيشرب الدوايات، زياده على مجموعه ديال الاطفال اللي كيعانيوا من المشكل في العينين ديالهم، ومجموعه من العجائز اللي كيعانيوا من
من مشاكل في الجهاز التنفسي، الدقة وما إلى ذلك. راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هضرنا بما فيه الكفاية، هضرنا بما فيه الكفاية ووضحنا وشرحنا للمسؤولين وجاو شافوا هذه الكارثة هذه، ولا حل، المهم مجرد حلول ترقيعية. وملي تتكون شتا عباد الله راه تيتكرفصوا، عباد الله راه تيعوموا وسط الفضلات ديالهم بهذا المصطلح هذا، راه ما بغيتش نقولها بالدارجة لأنه وانتم كما كتشوفوا راه المنظر مخزي عزكم الله. راه حفرة ديال الواد الحار العمق ديالها 9 أمتار راه هنا فيها ما يتشاف، راه لا قدر الله طاح فيها شي واحد وكاين الحل، راه كما قلنا راه كاين الواد على بعد 3 كيلومتر راه كاين الحل. الجماعة إلا بغات دير الحل راه كاين الحل، راه غادي يدوزوا قادوس كبير من هنايا حتى الواد، غادي يتخوى هذا الماء في الواد ونبينا عليه السلام. ولكن هما سيدي كيقولوا لك لا، المقاول اللي خدم المشروع راه كما قلنا راه خدموا وفق مجموعه من المعايير اللي ما راعاش فيهم حتى شي حاجه، المهم خدمه عشوائيه ما راعاش الدفتر التحملات ما راعاش حتى شي حاجه. او لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنتمنى انه المسؤولين ملي كنقولوا مسؤول راه خصو قبل ما يعرف الحقوق ديالو وقبل ما يعرف لي بون ديال المازوط وقبل ما يعرف الراحه ديال الكرسي وقبل ما يعرف الراحه ديال الكنبه وقبل ما يعرف السفاريات ويعرف الغداوات ويعرف الرينيويات، انه خصو يعرف المسؤوليه اللي عليه، بانها مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، وبانها مسؤوليه امام الشعب وامام المواطنين، وبانها مسؤوليه امام جلاله الملك اعزه الله ونصره. وكنجدد الشكر لمجموعه قنوات شوف تي في اللي شرفتنا، وكنعتذروا لهم حتى هما على هذا المنظر هذا المقزز المثير للاشمئزاز اعزكم الله. واللي قلت ومازال كنقول ان من بين النوافذ الاعلاميه القليله اللي كتسمح للمواطنين تضرع تفيلات وبعموم الوطن ديالنا الحبيب انه يعبروا على المشاكل والمآسي اللي كيعيشوهم وكيعانيو منهم، زياده على انه راه زرتنا مجموعه من القنوات الرسميه قبل عامين وما غاديش نذكر الاسماء، ولكن خدات داكشي اللي بغات، ما وصلتش الصوره كما كتوصلها هذا مجموعه قنوات شوف تي في. جاو صوروا مثلا صوروا من الجهه الاخرى، صوروا بانه كاينه حفره وصوروا الطريق، صوروا واحد المقطع ديال 100 متر مشاو للمشكل ديال الضو، صوروا شي لقطات. ملي داز الروبورتاج في الاخر، ملي داز الروبورتاج في هذه القناه العموميه التي لا داعي لذكر اسمها، داز بحال الا راه ما خصنا حتى شي خير، داز الروبورتاج باللي راه غير ساكنه تقصر الدوار، راه عندها شي مشاكل وصافي، ماشي بحال هذه القناه هذه اللي جات بينات المشكل، جات ورات للسيدات والساده المشاهدين اللي كيشاهدونا من داخل وخارج المغرب هذه المعاناه اللي كيعانيها قصر الدوار الصفه، هذه الكارثه اللي راه واقعه في دوار الصفه، هذه الكارثه البيئيه، هذه الكارثه الصحيه، هذه الكارثه الانسانيه اللي راه واقعه في دوار الصفه. ولهذا اجدد الشكر لمجموعه قنوات شوف تي في على هذه الزياره، وكنعتذروا لهم وكنجدوا الاعتذار ايضا للساده والسيدات المشاهدين على هذه المناظر المقززه، واسمحوا لينا طولنا عليكم. السلام عليكم. الشكر الجزيل لكل ساكنة هذا الدوار، لأن في الحقيقة طامة كبرى وخطر كبير يهدد كل هذه الساكنة بهذه الحفرة اللي يعني تقريبا فيها 9 أمتار، وخطر كبير متابعي قناة شوف تي في يهدد هذه الساكنة، وأمراض نفسية وجسمانية وأمراض اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يعجز اللسان على يعني عن وصف هذا المنظر البشع وعن هذه يعني عن مآسي هاد الناس هذو اللي في الحقيقه كل متابعي والغيورين ديال متابعي قناه شوف تي في اللي كيعتذر منهم وكنعتذروا منهم على هذا المنظر المقزز، وايضا اللي كيقولوا بانه طاح طفل هنا ايضا واللي كيعاني دابا معاناه جسيمه، وزيد على ذلك المعاناه اللي كتعينها ايضا ساكنه دوار الصفه. من هنا متابعي قناه شوف تي في اقول لكم لنا لقاء في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب نلقاكم في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.